دكتور عتيق، هل يمكن إعادة المحاكمة؟ بعض المطالبات في الشارع بإعادة المحاكمة، ينفع؟ أنا عاوز أقول حاجة للناس عشان تبقى فاهمة معلومات قانونية، أن الحكم هو الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها. حاجتين اتنين هتكلم فيهم، تردد في الشارع أنه مطالبات بعزل النائب العام. النائب العام لا يجوز عزله، ويعلم من يدير هذا الكلام وهذه الفتن أن النائب العام لا يجوز عزله، ودي حصانة من أجل المواطن. منصب النائب العام والنيابة العامة بغض النظر عن الشخوص والأشخاص، المفترض أن نعلي دولة القانون، وإلا رجعنا لمجتمع الغاب، كل واحد ياخد حقه بذراعه، واللي مش عاجبه حاجة يقول لك أنا هنزل أعترض. إنما زي ما أنا كرر إن هناك طرق للتظلم في الأحكام، محكمة النقض العظيمة والقضاء المصري العظيم قال إن المحكمة الأعلى تقيد المحكمة الأدنى وتصحح المحكمة الأعلى ما قد أصاب المحكمة الأدنى. وبالتالي عشان كده في درجات للتقاضي، زي السلم، ودي درجات رحمة، ودي رحمة طبعا من المشرع الحقيقي. دي حاجة. يبقى إذن الحاجة التانية، محاكمة شخص عن ذات الفعل وهو قتل المتظاهرين بالفرض، والفرض يخالف واقع الحال، لا تجوز طبقا للمادة 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلا جعلنا عدم تأبيد إنهاء المنازعات. طب أنا هقف هنا ثواني قليلة، معي على الهاتف سيادة المستشار أحمد سعد، المستشار بجهاز الكسب غير المشروع. مساء الخير يا فندم. سيادة المستشار، هل الحكم الصادر بحق حسين سالم اليوم بانقضاء الدعوة المرفوعة ضده، هل هذا الحكم يضر ولا يفيد تتبعكم لقضية حسين سالم وتسليمه من إسبانيا؟ لا والله هو مش هيضر، ان هو مش دي القضية الوحيدة اللي احنا طالبين فيها. طلب التسليم لأبنته مصر كان بيتضمن ثلاث قضايا. نعم. اول حاجه الحكم الصادر في دعوى الغسل، وكان بعقوبه 7 سنوات. ثانيه القضيه الثانيه كانت قضيه الغاز، ودي محجوزه للحكم يوم 28 شهر ده. والقضيه الثالثه كانت قضيه الفيلات اللي هي اللي صدر الحكم فيها النهارده. نعم. لو قضيه وهي ليها دلاله طبعا جيده جدا امام العالم كله، ان هو حتى في حاله عدم حضوره المحكمه طبقت صحيح القانون وقضت بالتقادم. وبالتالي يعني هو الاصل تردد كأنباء كثيرة ان ده يعني بيضر، وان كده حسين سالم ما يتسلمش، او يعني هل بيصب في اي خانة من الخانات ولا لا؟ لا خالص، لا لا، الخانة الايجابية مش السلبية. الايجابية في طلب التسليم تضمن ثلاث دعاوى مش دعوة واحدة. يمكن كمان ايجابية لانه مصر قدمت طلب تسليم اضافي بقضية بيضية. قضية البياضية يمكن كمان يكون إيجابي، أن مثلا تقدروا تقولوا أن القضاء المصري لم يخضع للتأثيرات السياسية، وبالتالي إحنا هنحاكمه محاكمة عادلة وما إلى ذلك. ممكن ده يكون من صواغتكم مش كده؟ ده هو ده حضرتك، ده تطبيق كلمة استقلال القضاء. استقلال القضاء، القاضي بيتجرد عن الشارع، بيتجرد عن كل حاجة، كل اللي قدامه هو صحيح القانون. طيب. بيطبق صحيح القانون. هل أيضا انقضاء الدعوة في حق جمال وعلاء مبارك في قضية الفيلات، هل ده برضو يضر استرداد الأموال وتتبعكم لاسترداد الأموال من الخارج؟ على الإطلاق، إن هم في قضيتين حاليا جرى التحقيق فيهم، لم يحالوا لسه أمام للمحكمة. قضية موجودة أمام جهاز الكسب غير المشروع، والقضية الثانية موجودة أمام النيابة العامة، فضلا عن الدعوة اللي أحالها النائب لمحكمة الجنائي. وبالتالي يعني أنتم مش شايفين إن ده بيصب في خانة مضادة، إنها مثلا تزعج السلطات الأوروبية و حضرتك الطلبات المساعدة القضائية اللي قدمتها مصر كانت ابتدت الأول بقضية الفيلات، وخلال الشهرين اللي فاتوا تم إضافة القضايا الجديدة. نتوقع الحكومة الإسبانية تصدر قرارها إمتى يا سيادة المستشار؟ والله هو أمر إداري بالنسبة لهم، بس يعني أعتقد في خلال شهر إن شاء الله.
بشكرك سيادة المستشار أحمد سعد المستشار بجهاز الكسب غير المشروع. دكتور عتيق ما بعتذر، تفضل كمل. فلا يجوز محاكمة شخص واحد عن ذات الفعل أكثر من مرة واحدة، وبالتالي فكرة إعادة المحاكمة لا يجوز، لا تجوز إطلاقا. تهريك إعمالا لصحيح القانون، عشان بس الناس تفهم إحنا عاوزين الناس تفهم القانون والناس بتعترض على إيه وليه. يعني لما يجي الدكتور مرسي مثلا بيقول انه انا اذا فزت في رئاسه الجمهوريه فاعيد المحاكمه وساعيد التحقيق وساعيد المحاكمه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش كلام زي كده يا حضرتك. انا ذهلت امبارح وانا بشاهد شاشه التلفاز من الخبر اللي على لسان الدكتور مرسي، وبيقول يعني ايا كان الحكم الذي سيصدر غدا ضد مبارك فإذا توليت رئاسة الجمهورية فلن يخرج مبارك من السجن. على أي أساس؟ ده المادة 459 من قانون برضو الإجراءات الجنائية، لا يجوز توقيع أي عقوبة على أي شخص إلا بموجب حكم نهائي. فأنت رئيس جمهورية هتجيب إنسان ما علينا يعني أي أنت هتحبس حسني مبارك للأبد، ما هو المواطن العادي هتعمل فيه إيه؟ وهتستند لايه؟ اي قانون هتستند له اللي هتسجن فيه انسان للابد ده؟ وهل كنت سترضى هذا الكلام لو لم تكن هناك ثوره؟ ده سؤال مهم. طيب استاذ هيك اتكلم بقى سياسيا في الحكم. اتفضل. يعني احنا دلوقتي تشعر ان هناك على شكل يعني الحكم فيه تدخلات سياسيه؟ مش تدخلات سياسيه، يعني الحكم نتاج عمل سياسي فاسد على مدار سنوات طويلة. بمعنى ايه؟ عندنا مسألة تاريخية غاية في الأهمية عشان نقدر بس نشوف أخطائنا ونصلحها. إذا كان إيه؟ إذا كان لدينا رغبة في إصلاح إيه؟ أو إذا كان لدى البعض رغبة في إصلاح مسألة إيه يا أستاذ؟ ما أخطأنا فيها عبر تاريخ. مسألة إيه؟ بتكلم في مسألة سياسية تاريخية. أيوه. الثورة كانت تنادي وكان أهم مطلب من مطالب الثورة استقلال القضاء، بلاش تطهير، احتراما لرغبة السادة القضاة في عدم ذكر هذه المسألة. استقلال القضاء، إحنا كان عندنا القانون سنة 43 في حكومة النحاس باشا وفد، كان بيقول القضاء المصري مستقل غير قابل للعزل. كان قضاة مصر عاشوا فترة في فترة الحكم الليبرالي في ظل الدستور 23 باستقلالية كاملة. حينما حدثت أزمة القضاء سنة 69، طب بس أنا عاوز أوضح كلمة الليبرالية، بس أنا ما قطعت سيادتك، تعني أنا الحرية أنا ما قطعتش، عشان احنا اساسا وقتنا مش هتاخدني في قضيه فرعيه الحريه، يعني مش هاخد عن الموضوع ده ان هو غير مسلم في التاريخ عشان مش هنلحق. يعني هو غير مسلم بيقول كلنا جميعا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان وقتنا بس يا دكتور وضح ليبراليه للناس ان هي لا تعني الالحاد. مش موضوعنا دلوقتي، مش موضوعنا، ولا انا ليبرالي ولا الكلام ده. اتفضل يا استاذ. انت راجل اسلامي مصري مسلم. طيب كلنا خلينا بس نعدي الفترات القديمه لان مش هنلحق نوصل لل 23 بعد كده ومش هقدر اكمل وهم اخذوا وقت طويل وانا ما خدتش وقت. طب اتفضل. واحنا بنتكلم في واقعة تاريخيه عشان نستفيد منها اذا كان قلت لدى البعض يعني رغبه في انه يستفيد من اخطاء التاريخيه. لما حدثت ازمه القضاه لتدخل العسكر في شان القضاء ساعتها الرئيس السابق جمال عبد الناصر طلع 200 قضاء مذبحه القضاء. بعدها صدر تعديل لقانون السلطه القضائيه اجاز ندب القضاء للجهات التنفيذيه في الدوله. هخش هنا على الحكم بقى. القاضي احمد رفعت خارج بطاقه الدعوه الجريئه خالص، كان منتدبا مستشارا لدى هيئه الاستثمار. لا انا خلينا نقف هنا بقى. لا 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 مش هقف. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز ان انت تتكلم. لا 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 تم رد القاضي والرد يا فندم. حضرتك انا بتكلم سياسه ما بتكلمش قانون. انت حضرتك ولا سياسه ولا قانون، مش هتكلم انت ولا بتتكلم. معلش انا بعد اذن حضرتك انا لن اعرض بقاضي احمد رفعت هنا. عفوا انا عرضت. احنا بنتكلم عن الحكم، انا لن اعرض بالقضاء ثابته في الاوراق القضيه. بس تكلمني عن قاضي بقى له 50 سنه. ثواني يا دكتور. وهيئة قضائية. أنتم ليس لديكم البلد بتضيع. مصر فوق هيكل. الجميع. أستاذ هيكل خلينا فوق نتكلم الحزبية. نتكلم في الحكم يا أستاذ هيكل. مش نتكلم في القاضي أحمد رفعت. أنا ما أقدرش إن أنا أعرض بقاضي مش موجود معانا دلوقتي. يا فندم مش تعريض. لن نسمح طلب رد قدم بأسباب معينة. طلب الرد هذه الأعمدة. اعتراض الناس وتظاهراتهم في ميدان التحرير، ونحن لدينا تجربة قبل كده كان في جمعة العزل المستشار عادل عبد السلام جمعة من هذه القضية.
طيب هل مش طلب الرد قدم ورفض؟ بقول ليه هنا ليه طيب. هنا الحكم فيه طابع سياسي. نرجع تاني اكمل للحكم. ولا كمل. كان طابع سياسي كان. معلش يا دكتور عتيق بعد اذنك. طلع ده براءه مبارك وعدم التنين. معلش يا دكتور عتيق اتفضل يا استاذ هيك. يا فندم هذا كان مستشارا لهيئه الاستثمار. هيئه الاستثمار كانت باعت ما تقولش أراضي مصر. معلش باعت أراضي مصر. لا 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 ما تقرروش ال 2 مليون أستاذ هيكل. متر في شرم أستاذ الشيخ اللي باعوا الحسين سالم. جايين هنا عشان كلمني في الحكم. لا انت بتقاطعني بقى وانا أستاذ مش هيكل. كلمني مش في الحكم. نتكلم في الحكم ارجوك. ما هو ده في الحكم. لا لا انت بتعرض بقاضي وانا مش هقدر اتعرض بقاضي. عفوا انا ما اقدرش اسمح بتعريض بقاضي. لا لم اتعرض. انا بتكلم على الحكم. كلمني في الحكم. انا بتكلم ليه الشعب النهارده ينادي باستقلال القضاء. ايه السبب في ذلك؟ لان بعض القضاة ينتدبون لدى جهات تنفيذيه. انا عايز اسمع رايك تؤثر في عمليه سياده المستشار وهم عندهم رغبه في ذلك. كلام حضرتك طيب جدا. نحن القضاة اول من طالب في مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس الشعب بالغاء ندب القضاة لكافه الجهات الحكوميه ايا كان. متفقين. هو ده اللي طلبنا بهذا المطلب مرارا وتكرارا ومصرين عليه في مشروع القانون. حضرتك اللي موجود في هذا الامر انت تؤيد مطالب التحرير باستقلال القضاء. ما هو التحرير بيرد كده. محدش فينا معترض على اختلاف كده. يبقى حضرتك ما تقولش بقى انه مغرر فيه. ولكن حضرتك ما تمسش اشخاص معينه يا فندم. حضرتك ده وقائع الناس كلها اتكلمت فيها مش انا اللي اتكلمت فيها لوحدي. هذا المطلب حضرتك. احنا وقتنا تقريبا انتهى. احنا هنسمع كلمات اخيره يعني حضرتك. انا مش عارف. انا كنت جاي اتكلم في حاجات كتيره مش عارف انتوا. لا ما هو الوقت كان برنامج وقت ضيق جدا للاسف. عايز اقول للاخوه اللي داخلين في الانتخابات اتقوا الله في مصر ولا تجعلوا هذا الحكم شماعة تستندون إليها. اعرض برنامجك الانتخابي واستعرض برنامجك الانتخابي ولكن لا تقول بأن هذا الحكم باطل وهذا الحكم غير حقيقي ودخلت نفسك قاضي. يعني جماعة طيب. الإخوان حضرتك وجماعة لا أتكلم عن جماعة محددة. وأنا يعني يمكن في الانتخابات اللي فاتت والله أنا شخصيا انتخبتهم انتخابات مجلس الشعب وقلت لازم الناس دي تاخد فرصة. كلنا كده حضرتك لازم عشان تاخد فرصة. عشان دكتور بس معلش ولكن يأتي أشوف يعني أسمع أن من ينتخب أحد غير الإسوان غير الإخوان دول يخشوا النار يعني ويدسوا بالاقدام. لا يعني خلينا مش موضوعنا دكتور عتي. مش موضوع. كلمه اخيره عشان خلاص وقتنا خلص. كلمه اخيره 30 ثانيه عشان ادي الكلام للدكتور. ان القضاء عظيم ومصر عظيمه ومصر لن تسقط ولن يقام عليها جدار دوله اخرى. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للمحاكم للمحاكمات او الدعاوى بصفه عامه المدعي بالحق المدني هو ضيف على الدعوة. طيب. ومن حقه أكمل يا أستاذ كلام قانون. بس خلاص أصل وقتنا هيتقطع علينا فلازم أدي كلمة لأستاذ هيكل. هو مطلب استقلال القضاء. لا يجوز له أن هو تدخل في الدعوة ولا طلب تعديل إسراع في إصدار قانون استقلال القضاء في مجلس الشعب. هذا الحكم ندعو النائب العام إلى الطعن عليه بالنقض فورا وحالا. بالفعل هيطعن عليه. وفي النهاية بنطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. بس الناس اللي نازلة في التحرير ده نازلة عشان استقلال القضاء. يا استاذي كلام محدد. لا نازله عشان اسر عشان اسر الشهداء وارواح الشهداء عشان استقلال القضاء. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا. يعني الخلاف في النهايه نحن متفقون على استقلال القضاء على ان العدل والقصاص لارواح كل من زهقت ارواحهم وكل من استشهدوا في هذه الثوره ولسه ما عرفناش هو مين اللي قتل الناس ومين اللي قتل المتظاهرين حتى هذه اللحظه مع كل هذه الاحكام لحد دلوقتي ما نعرفش مين اللي قتل الناس. بشكركم شكرا جزيلا وحنتابع الحكم حضرتك له الجانب الايجابي يعني لن تسقط عشان بشبابها الثوار الاحرار. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا. هنكمل احنا الحوار بقى بيننا وبين بعض بعد الايه بعد الفصل. اشكركم نتقابل بكره وهذه لميس الحديد تحييكم. تصبحوا على خير. السلام عليكم.